بعد السجال حول أجواء لقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون برئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي الأخير، سيما بعد نشر معلومات عن سلبية أحاطت به، رد المستشار الإعلامي لميقاتي فارس الجميل عبر الجديد قائلا أن هذه الأجواء تزامنت مع الكلام عن ملف الكهرباء، وبالتالي جاء الانزعاج من الجو الإيجابي للقاء مرتبطا بالسجال حول الكهرباء. وبينما وردت معلومات عن إرادة النائب جبران باسيل بأن يكون وزيرا في حكومة سياسية مقبلة، أجاب الجبيل أن لا تواصل بين باسيل وميقاتي الذي لم يتلقى أي شرط بهذا الخصوص. البيان اللي طلع عن قصر بعبدة امبارح، بيان التوضيحي، هو رد غير مباشر على الكلام اللي طلع ببعض الصحف بعض وسائل الإعلام أنه اللقاء كان سيء واللقاء كان عاصف وما كان في تفاهم. على عكس كل ما قيل، اللقاء كان ممتاز وهو لقاء دوري بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس الرئاسي. وبالتالي يعني شيء طبيعي رئيس حكومة تصريف الأعمال يلتقى مع رئيس الجمهورية، لأنه نحن دخلنا بمرحلة من تصريف الأعمال. هذه المرحلة إلى شروط إلى معطياتها، فكان في انزعاج بهذه المسألة. وكان واضح فور خروج الرئيس ميقاتي وقال متفق مع الرئيس الجمهورية واللقاء كان جيد جدا، أنا على تفاهم دائم. فورا سرعت بعض الأوصاف يلي ما بنعرف الحقيقة إلا أنه هالهدف من هالتسليمات صارت اليوم التالي، واضح أنه تسليمات انزعاج من جو الإيجابي للقاء. واضح المسرب أنه فضح نفسه، لأنه كان التركيز على موضوع الكهرباء، أنه ليه بدها تنعمل الكهرباء هلا هي بتصريف الاعمال بدها تنعمل الكهرباء. واضح اتجاه اللي سرب هذا الموضوع انه كان القصد منه التعطيل لمفاعيل الزياره الايجابيه والاجتماع وتاسيس مرحله من التوترات عشيه موضوع الاستشارات النيابيه الملزمه. هذا الطرح موضوع تجديد الثقه بحكومه الرئيس ميقاتي طرحه فخامه الرئيس ميشيل عون نفسه بحديث صحفي نقل عن زواره، لكن هذا الطرح اجى من بيت حسن النيه لتمرير ولمعالجة الأوضاع، لكن هذا الطرح دستوريا يعني دونه عقبات كبيرة، لأنه الأولوية هلأ لتاخذ رأي النواب بهن، يعني ما فيك تلزم النواب مسبقا بطرح محدد، بدك تترك الخيار للنواب للاستشارات النيابية، لأنه في ناس انتخبت النواب وفي آراء مختلفة بالمجلس النيابي، مثل ما واضح بأول جلسة أنه المجلس النيابي صار في تعددية آراء أكثر مما كان حاصل بالسابق، وبالتالي ما فيك تتجاوز بكل هذه الاعتبارات وتقولي بدنا نفرض هذا الشرط، وهذا الشرط يعني بدنا تيجي رح يفور الزور بده يرجع على مجلس النواب. وفي المعلومات التي ترافق التكليف ان رئيس الجمهوريه ينتظر انتهاء العمل البرلماني بانتخاب اللجان للدعوه بعدها الى الاستشارات النيابيه الملزمه على ان يقوم بدوره باستشارات بعيده عن الاعلام. في المقابل تشير مصادر مقربه من حزب الله انه لا يمانع اي اسم يتوافق عليه باسيل مع الرئيس نبيه بري، اما ويبدو ذلك متعذرا فيتجه الثنائي الى إعادة تكليف ميقاتي للحكومة الجديدة ب 65 صوتا كما حصل مع انتخاب الرئيس بري، ولكن لا شيء محسوم حتى هذه الساعة بانتظار بدء المشاورات في الكواليس بين شروط يضعها باسيل من جهة وميقاتي من جهة أخرى، في ظل الكلام عن رفض الجميع الذهاب إلى تجديد الثقة بحكومة ميقاتي من دون تكليف لعدم دستورية هذا الطرح، وكلام آخر عن استمرار حكومة تصريف الأعمال في ظل عدم الاتفاق على التكليف والتأليف حتى نهاية عهد الرئيس عون.